مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدي احكي لكم عن شغلة سويتها لحالي، سميتها واتساب تشالنج. واتساب تشالنج يمكن اول مرة بتسمعوا في شو واتساب تشالنج، بس هذه صراحة خاطر ببالي من زمان وقررت اسويها الاسبوع الماضي. السبت الجمعة الماضية قررت اني ما امسك الواتساب نهائيا على التلفون ايا كانت المسجات، وفعلا ما مسكت المسجات نهائيا عشان اشوف في التوتال يوم السبت كم مسج حيكون عندي من هذا. فخليت التلفون 24 ساعة بدون ما امسك الواتساب نهائيا. اوكي، بدي احكي لكم شوية عن الواتساب تبعي. يمكن انا يمكن اقل الناس اللي عندي جروبات، عندي 57 جروب مشترك فيهم في الواتساب. في 14 منهم شغل بزنس وما بزنس، عادة بنسوي الواتساب لمدة يومين ثلاث أسبوع، بخلص الهدف من هذا الجروب وبنلغي. فيعني مش كتيرة هاي الجروبات. فاميلي عندي أربعة، هدول الفاميلي يعني أنا وإخواني وأمي وأبوي، الله يرحمه أبوي يعني، أنا ومثلا أصحابنا اللي موجودين كتير هون الفاميلي في كندا بعتبرهم. الفن الباقي عندي 39 واحد، 39 هدول أنا مسميهم فن، بس هم يعني بشكل عام كل إشي. في منهم شغلات مثلا أنا مشترك في واحد تبع فيستيفال، فعلا الشباب غاد ما بكتبوا شغلات غير مختصة في هذا الموضوع. مشترك في واحد تبع فولنتير، الشباب غاد ما بكتبوا غير فولنتير، إشي مهم جدا. فبيجيك مسج في واحد مشترك في كنيديان أرب، هذا بس للشغلات بيجيك بالشهر ما بال 1-2 مسجز فيري كريتيكال للموضوع الهاي. المشكلة في الواتساب جروبز إنه تبدأ لهدف وبعد أسبوع، بس بعد أسبوع معظم الواتساب جروب، يمكن هاي النتيجة اللي طلعت منها أنا، معظم الواتساب جروب تطلع بتصير أهداف ثانية. أوكي، فهذه المشكلة اللي ممكن نحكي عنها في النهاية. عندي اللغات، في عندي 38 جروب باللغة العربية والإنجليزية، 12 جروب باللغة الصينية، 6 جروبات باللغة الروسية، 1 باللغة الأوكرانية. خلال اليوم هذا، يوم واحد، جاني 682 مسج، 682 مسج. أوكي، معظمها على الجروبات، حوالي 112 يجوا بس برايفت يعني من واحد، 112، الباقي كله من الجروبات. 78% من المسجات كانت من المسجات الجروبات العربية. أوكي، النتائج اللي بدكم تسمعون. أوكي، النتائج يوم السبت قررت إني أجلس بس أشتغل على الواتساب أشوف قديش فترة اللي حتأخذ مني قراءة المسجات كلها. جماعة، أخذت مني 7 ساعات و22 دقيقة، 7 ساعات، سواء حضر الفيديو أو المسجات قرأها قراءة، 7 ساعات و22 دقيقة. أنا عادة ما بنزل أي مسج فيديو أو صورة على موبايلي أوتوماتيك، لازم أتأكد إنه جاي من ناس. حتى معظم الجروبات ما بفتحهم نهائيا المسجات هاي، بس بهذا اليوم قررت أفتح كل المسجات. فتهيأوا، أنا من الناس زي ما حكيت ما عنديش جروبات كتير وما عندي كتير شغل على الواتساب. أخذ مني يوم واحد بس عدم قراءة المسجات 7 ساعات و22 دقيقة، من الفيديوهات اللي ربع ساعة وعشر دقائق ونص ساعة كلها جمعتها بعض. تعرفوا كم دقيقة فعلا كانت مسجات مهمة؟ 28 دقيقة. نعم، 28 دقيقة من 7 ساعات و22 دقيقة، يعني أكثر من 6 ساعات و58 دقيقة ضيعتها من عمري بسبب وضوع الواتساب هذا والمسجات اللي موجودة فيه. بعتذر، لكن النتائج اللي طلعت معاي إنه معظم المسجات صباح الخير وأغاني، معظم المسجات كانت تيجي أغنية لفلان وأغنية لعنال وأغنية حنين للوطن. أنا يعني
عارف شو شعور الناس اللي بتبعته صباح الخير ومساء الخير وتصبح على خير، ويمكن ناس كتير فاهم الموضوع اللي بحكيه بس مش قادرة تحكي أو مستحية أو هذا. لا أنا ما بدي أحكي يا حياة، أنتوا بتضيعوا وقتي. ليش تضيعوا وقتكم؟ يعني أوكي أنا عم بعمل كنترول ومش عم بقرأ المسجات اللي بترسلها، طب ليش تضيع وقتك أنت؟ ليش تضيع وقتك؟ مش ممكن تستفيد وقتك هذا بشغلة ثانية؟ فكر فيها. الشغلة الثانية اللي وجدتها انه في حوالي 22 مسج اجتني من عدة جروبات، وصراحة يا جماعة الناس اللي برسلوها ما بيعرفوا بعض. بتقول يا اخي هل هم مشتركين بجروب واحد؟ يعني في 22 مسج او فيديو مسج اجاني من جروبات مختلفة، وناس واحد باوروبا واحد في اسيا واحد في كندا، يعني كل ناس بتختلف عن بيعرفوش بعض، بس اكنه خلص المسج بس يعمل سيركوليشن على الواتساب عند العرب بتلاقيه عند الكل رايح. ف هلا في عند الصينيين مشاكل وعند الروس وهذا، بس مش بهذا الحجم. يعني انا مشترك نسبة تناسبا زي ما حكيت لكم 87% من المسجات كانت توصلني من الجروبات العربية، مع انها مش 87% من اللي مشترك فيها، انا اقل من حوالي 60%. اوكي الشغلة اللي بدي احكي معها عنها كمان اهداف الجروب. معظم الجروبات تبعت الواتساب مفتوحة، يعني اي واحد بيقدر يحط مسج. اوكي للأسف كويس انه واتساب عملت شغلة الادمن بيقدر بس ينزل في بعض الجروبات، الادمن بيعمل الغاء وما بحدا بيقدر ينزل على هذه الجروبات غير الادمن. هاي كويسة، ناس تزعل منها بتقول لك أنا هذه حبس حرية. ليش حبس حرية؟ لأنه هو بده ينزل صباح الخير ومساء الخير وتصبح على خير وإشاعة مش عارف من وين إجت، ولقوا فيروس مش عارف إيش، وأوف طلع شغلة جديدة وطلعوا شو هذا الثيوري تبعت فلان والثيوري تبعت فلان، وهذا عم بيسوي شغلة وهذا نزل من الفضاء وبطلع الفيديو إله 10 سنين. هذا مبارح بقول لك مبارح اقسم بالله البارح مش عارف ايش، واحد بقول لك ادعي هذا الدعاء واذا ما دعيته اذا وما لففته على 10 راح يصير عندك مشكلة. اخي يا اخي بكفي لعب في العقول. فالمختصر انا قررت من اليوم اني ما احضر اي فيديو او رسالة بتجيني اذا ما كانت جياني دايركت. بعتذر لكن انا مش مستعد اضيع كل يوم 7 ساعات و20 دقيقة على شغلات استفيد منها بس 28 دقيقة. 28 دقيقة انا ممكن ادور عليها واجدها لحالي. وفعلا الان المعلومات ايجادها سهل، مش شرط انك تبعتها على الواتساب. يعني كانت هاي فيديو سريع، بس ان شاء الله يكون هاي التجربة تسووها انتو وتشوفوا قديش انتو you spend time. فانا بسميها واتساب تشالنج، اقبلوا هذا التشالنج، حاولوا تشوفوا قديش انتو بتضيعوا وقت على الواتساب. يعطيكم العافية، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.